أكو واحد مثلا الحياة الدنيا عنده أن يشبع ولو من عيون الناس، يشبع ولو من المحرم، هاي الحياة الدنيا. يعني أكو البعض يقول لك أنا الرغيب إذا ما أخذ بشرف وأخذ بأمانة وأخذ باستحقاق وأخذ بأخلاق ما أقدر أكله، هذا رغيف مر. واحد لا والله يقول لك ما يفرق علي منين ما يجي الرغيف أنا أكله. واحد الحياة يأخذها من أبوابها الصحيحة، هاي حياة عليا، هاي حياة عليا. يقول له سويد ابن غفلة للإمام علي عليه السلام، يقول له صار وقت الظهر، يقول سويد شفت الإمام تناول ضبوة، ضبوة جراف صغير معلقة على الجدار، أخذها طلع منها كفين من الشويق، يو شعير مهروش يو حنطة، ناول أخذ منها لهمتين وشرب عليهن ماء ومسح بطنه، قال تعشن لمن أدخله بطنه النار. قلت له سيدي هذا طعامك، أنت في مكان الأطعمة بي بالجعان مذبذبة، ليش أنت ما تأكل؟ قال ويحك يا ابن غفلة، إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، إنها من قطعة أرض لي بالمدينة، أنا من كنت بالمدينة كنت أزرعها بنفسي وآكل منها، الآن أهلي يزرعوها ويودوا لي إياها. نعم أنا أحب أن لا يطب إلى بطني إلا الطعام الطيب اللي ماخذ من عرقي ماخذ من تعبي. تكشو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جيع من جوع وأنت بطين. نعم كان هذا الرجل غريب، يعني في نموذج عجيب في بابه. هذا الواقع، هاي الحياة العليا اللي انتزعها انتزاع، انتزعها بطعامه وانتزعها بشرابه وبسلوكه وبخلقه. أكو حياة الدنيا هذه فرح بيها، والله أنا شاقول لك عندي طعام آكل ما يخالف، بس أنت منين هذا طعامك؟ أنت منين ماخذه؟ أنت عندك فلوس ماخذها من الملق، ماخذها من فناء الشخصية، ما أخذها من أخس الوسائل أخس الطرق، هذه حياة تسميها هاي؟ هاي موت. الحياة أن تأخذ ولو بعرقك قطع لقمة من الخبز إذا أخذتها، ها؟ هذه هي الحياة الكريمة، الحياة اللي تأخذها من طريق المشروع، تأخذها من مداخلها وتصرفها وين؟ تضعها في مخارجها الصحيحة، هذه الحياة العليا. كأن الحياة الدنيا اللي خشيشة في وسائلها وخشيشة في غاياتها، والحياة العليا لا والله اللي شريفة في طرقها وشريفة في نهاياتها. يعني عندنا أكو واحد مو هذا يأكل، قد تقول لي أن الشريف يأكل الوضيع يأكل، صحيح تمام، ها؟ شو يقول أحد الشعراء؟ نبه بالله لها المعنى، يقول وللزنبور والباجي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق، ولكن بين ما يصطاد باج وما يصطاده الزنبور فرق. هذا الزنبور هم عنده أجنحة ويوز ويصعد يطير، لكن الصقر الصقر يطير، هذا شو يأكل وهذا شو يأكل؟ هذا اسمه طائر وهذا اسمه طائر، لكن فرق بين هذا الطائر وبين هذا الطائر. وتطير النسور في زحمة النجم وفي عشه البغاة يطير، فرق أكو طبعا. هذا تقول لي هذا يأكل وهذا يأكل، تمام، هذا بالدنيا وذاك بالدنيا، لكن هذا دنياه جيفة وهذا دنيا ضوء، دنيا ألق. وفرحوا بالحياة الدنيا.